وانتهت عند 5188. شايفين؟ إلى قاع الموجة في عام 2020 في كورونا في شهر مارس اللي هي كانت 2981. شوفوا ماذا فعل القطاع عندما تخطى في شهر أكتوبر من عام 2020 بقوة القمة السابقة، وبدأ يدخل في الأرقام التاريخية. استطاع أن يصل إلى 127 فيبو، جلس يفحط عندها تقريبا حوالي شهر شهرين ثلاثة أربعة إلين أغلق فوقها في شهر فبراير. من بعد فبراير ما شاء الله جات شمعة مارش تخطت 127 فيبو، ونحن الآن لسه تونا في فبراير، وفبراير الآن تخطى 161 فيبو. بس نحن الآن ما نقدر يعني نحكم على أننا أقوياء أو حنواصل الصعود إلا بإغلاق شهري، لأنه يعني لاحظوا هنا في شهر يعني يناير كان عندنا صعود فوق 127 فيب، ولكن أغلقت الشمعة الشهرية تحت 127 فيب، فحصل تهدئة في القطاع. الآن القطاع ما شاء الله يعني طالع، وتعتبر مؤشراته يعني متضخمة. قلت لكم المواساة وسليمان الحبيب يعني سووا شغل يعني قوي في القطاع. بلغنا الآن أرقام مهمة ومفترقات طرق في بعض الشركات الرئيسية فيها. إلى الآن القطاع معطينا أموره طيبة. نحن عشان نستأنس بقوة القطاع يعني لازم زي ما نتابع أرقام المؤشر نتابع أرقام القطاع. ف6551 سجلها عندك في ورقة وقلم إذا أنت كنت من الناس اللي تهتم في أسهم القطاع الصحي. وجودك فوق هذا الرقم أنت ما زلت في مصدر قوة، وعودتك تحت 161 فيبو هي علامة ضعف قد يدخلك في عملية جني أرباح في القطاع. هذا تحليل قطاع وليس تحليل سهم. وعلى فكرة هذا المؤشر زي ما قلت لكم هو يتبع بدرجة كبيرة جدا القياديات منها. ومن هو أقوى سهم قيادي ذا قيمة سوقية عالية؟ طبعا عندنا سليمان الحبيب وسهم المواساة، وهما من قياديات القطاع. وهم إلى هذه اللحظات وإلى إغلاق يوم الخميس ونحن نشهد حقيقة شيء جميل جدا، مسار صاعد واختراقات. فما دمنا فوق 6551 فالأمور بالنسبة لنا ما زال الشمن كحلي مستمر فيها. طيب لو استخدمنا حركة فنية أخرى، استخدمنا مبدأ الترندات أو مبدأ الترند الرئيسي، وجينا نظرنا إلى خط ترند صاعد رئيسي، لنجد أننا داخل هذه القناة لم نصل الآن برضو إلى السقف الثاني منها. قد يكون حدود القناة الصاعدة بهذا الشكل، يعني ممكن يا جماعة لو كتب الله لنا مزيد من الصعود يعني ممكن نشوف ما شاء الله قريب 7000 حتى منطقة سقف البولينجر على الشهري، وسقف البولينجر معطينا 6978، يعني قريب 7000، يعني ممكن يروح القطاع ويواصل في عملية الصعود لاستهداف سقف القناة. فما دمنا فوق 6551 والله أنا أشوف إنه الجبهة ما زالت مفتوحة، وعندنا كثير من أسهم القطاع الصحي زي الكيميائية وزي الألماني وزي رعاية لو تخطى 58 وزي دلة والحمادي، كلها فرص ممكن تلعب لعب جميل في الفترة القادمة إذا القطاع واصل بنفس القوة دي. هذا بالنسبة للقطاع الصحي بشكل عام كمؤشر